أما هلأ سلمى بننتقل لموضوع يشغل بال الجميع وخاصة الأهالي مع بدء العام الدراسي واستمرار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا ومنح اللقاح للكوادر التعليمية. دائما في تساؤلات عند الأهل، كيف فيني اليوم أحمي ابني؟ شو هي الإجراءات اللي لازم قوم فيها؟ لأنه نحن بنعرف الأطفال صعب كتير تضميهم، قد ما حاولتي تاخدي جميع الإجراءات في بعض القصص والتفاصيل بنغفل عنها. لنحكي عن هيدا الموضوع معنا الكيميائية براءة حداد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. خلينا نبلش من وسائل الوقايه اللي ممكن يتبعوها الاهل مع ابنائهم، وخصوصا هن رايحين على المدرسه وفعلا ممكن يلتزم فيها الطفل. صباح الخير وصباح الصحه والسلامه للجميع. اكيد موضوع عوده الاطفال الى المدارس بيبقى هوس عند كثير من الناس، لانه موضوع انه الطفل يمرض ما نو بالامر الهين، بتنشغل العيله فيه، عدا عن انه نحن بنحسب حساب للجهاز المناعي عند الاطفال. صار موضوع الكورونا جدا متداول، ويمكن الاطفال من عمر كثير صغير، يمكن الطفل اللي ببلش يحكي هلا صار بيفهم شو يعني الكورونا وصار سمعان بالمصطلح. بيبقى هذا الجيل ذكي وعنده الادراك تبعه. توعية الطفل على هذا الموضوع، أكيد أول شغلة أنا لازم أعمل له التهيئة والتوعية أنه هو رايح على المدرسة اللي هي اللي فيها النشاطات الجماعية، ما النشاط الفردي. هي أول نقطة لازم نحكي فيها، أنه هو دائما حيكون على اختلاط مع الكادر التدريسي ومع الأطفال اللي موجودين حواليه على اختلاف مراحل العمرية ومستويات التعليم اللي موجودة بيناتهم، الاختلاف العمر اللي بيناتهم. التوعية من وين بتبلش؟ أكيد أنا بالمدارس ما فينا نطبق مبدأ التباعد الاجتماعي اللي هو بين صحيح. الطفل والطفل متر. إذا طبقته أنا بالصف فأنا بالباحة، الفرصة أكيد ما رح نحسن نطبقها. فالأفضل أنه نحن نبلش نوعي على موضوع النظافة يلي بده يستمتع فيها بالطفل، الطفل بالمدرسة. كيف؟ لازم وعي على موضوع أنه مجرد ما صار في تلامس أيادي مع الأطفال الآخرين، المفروض بعدها يصير في غسيل بالماء الماء والصابون حصرا. بحب خبر انه المدارس مهيئه بهذا الموضوع بتواجد ماء وصابون وهي القصص، لكن انا اذا حابه احافظ على ابني اكثر انا ببعث معه صابونه ومنشفه صغيره. يلي ما بحب الصابون في علبه سائل ايدين صغيره ومتواجده بكل، يعني متوفره عند كل الناس ورخيصه، نحن ما عم نحكي على موضوع كثير غالي يعني. هذا اهم شيء، الصابونه مع المنشفه. طبعا انا بدي وعيه اذا مثلا وقعت اغراضه على الارض، حط ايديه على المقعد قبل ما ياكل وجبته الاساسيه اللي بتكون معاه دائما، لازم يغسل ايديه وبعد ما يخلص منها. النقطه الثانيه، في اداب وقت اللي بدنا نحكي فيها مع الطفل، اداب مثلا العطاس والكحه السعال يعني. اكيد المحارم بتكون معه، بس انا لازم نبه الاطفال انه انت وقت اللي بدك تعطس تعطس بالمرفق. هي الحركه يلي كلياتنا ممكن الكبار اذا ما في بايدك محرمة مشان تلحق 100%، مشان اقل ما يمكن انه انت تكون ما تعطس بوش اي حدا من رفقاتك. يعني هذا بنحس انه هذا الحد الادنى من المعلومات اللي انا ممكن اعطيها للطفل. النقطه الثانيه، السعال. نحن ممكن ما بننتبه انه ممكن بالعطاس وبالسعال قد بيطلع من الفم والانف فيروسات كثير متنوعه، وقد تكون مو قد تكون اكيد حتكون ضاره بالشخص الآخر. النقطة الثانية، الطفل يحاول قدر الإمكان إنه لما اللي بيحكي مع رفقاته إذا عنده معلومة نعلم الولد كيف يحكيها. إنه إذا طفل ثاني مثلا ما عنده هاي المعلومات، أنا أقول له شلون يحكيها مع رفقاته. مو غلط، إذا لأنه أنت إذا خلقتي طفل واعي رح تخلقي المجموعة اللي حواليه حتكون واعية ورح يحكي بنفس هي السوية اللي أخده من أهله رح يعطيه بالمدرسة. يعني بده ينبه على الغسيل بالمي والصابون، نحاول قدر الإمكان ما نلعب بالأوساخ الموجودة بالمدرسة، ما نحط إيدينا على الأرض. في أنواع من الألعاب بتلاقي الطفل بس عم بيحط إيديه بالأرض وعم يلعب وكذا، هي القصص اللي أنا ممكن ساهم برفع مستوى الوعي عند الأطفال مشان موضوع فيروس الكورونا. وفي نقطة كتير مهمة أشرتي عليها خلال حديثك، إنه الطفل بالأخير يعني كل القصص اللي بيتعلمها من أهله هو بيصدرها لرفقاته أو بالمدرسة. أنا يعني بعتقد إنه هو مراية لأهله. صحيح.
خلينا نحكي لما يرجع الطفل من المدرسة، أنا كيف فيني أتعامل معه من خلال السلامة الصحية والإجراءات الوقائية لتبقى فعلا راسخة بذهنه، يعتبر صارت قاعدة يعني صحيح. يومية فيني ابني عليها إذا راح على المدرسة، لأنه نحن بنشوف العمر الطفل اللي عمره سنتين بيقول لك بدي غسل لأنه شاف أمه عم تغسل إيديها بالصابون. تمام. هلا الاطفال اللي دون الست سنين هدول الاقل من الصف الاول بنعرف انه لهم رعايه بمدارسهم اللي هي الروضات وغيرها، اما الاطفال اللي بالمدارس الابتدائيه والاعداديه اكيد نحن بنكون خلقنا جيل نوعا ما قادر يهتم بنفسه وقادر يعتمد على حاله. اول ما بيرجع الطفل من المدرسه نحن نحاول قدر الامكان بعد مرور سنتين على فيروس كورونا تقريبا ما عاد انا بوارد اني اخلق هذا الرهاب او هذا الوسواس القهري اللي عند الطفل بدي اغسلك من فوق لتحت وكذا، لا لا، هي الموضوع بده يكون شوي لطيف مع الطفل مشان انا ما اخلق عنده هذا الخوف. اكيد اول ما بيجي الطفل من المدرسه انا بدي دربه انه الحذاء تبعه بده يشلحه برا البيت تماما، هاي اول نقطه لازم تكون انا مجهزتها مع الطفل. هذا الحذاء اللي بده ينشلح برا البيت انا بكون مجهزه مسطح مائي او اناء فيه شويه مي وكلور انا مشان اعقم الاسفل الحذاء، وبكون انا محضره سفنجه مشان تعقيم الحذاء الخارجي من الطبقه الخارجيه، بخليها لتنشف وبحطها بالخزانه. هاي اول نقطه بكون انتبه الطفل على نظافه الحذاء. اول ما بيفوت طبعا نحن بنساعده بموضوع انه شلون بيشلح الصدريه تبعه الاواعي تبعه، اذا بالامكان انا اغسلهم يوميا ونشفهم بيكون كثير ممتاز من ست البيت. ماني قدراني انا بس بكفي اني احطهم بمكان مشمس، مجرد ما دخلت الشمس فعملت له هي العقامه، وممكن اذا كان فيها روايح او لا سمح الله على الان فيروس او شيء باشعه الشمس انا ممكن ساعد بقتله، او في ناس عندها بخاخات الكحول بتعقم المريول الخارجي. ثاني نقطه بده يروح الطفل دغري على الغسيل الايدين والرجلين، يعني اغسله بالمي والصابون. طالما الطفل موجود بالبيت انا ماني بحاجه لمعقم ابدا، لا ديتول ولا الكحول الإيتيلي ولا أي شيء، ماء وصابون كافية لعملية قتل أي فيروس. النقطة الثانية أنا ممكن يعني حالياً نحن بفصل الصيف أنا أفضل كحد شخصي لا أنا أفضل حمم الطفل أكثر من أني أهتم بس بغسيل إيديه ورجليه، وخاصة أنه أنت هلأ بمرحلة صيف. هلا الادوات تبع الطفل شو هي؟ انا دائما مع الطفل بتلاقي معه علبه المي وبتلاقي الصندوق البلاستيكي اللي بيحط فيه السندويشه والتفاحه انا هذا لازم يوميا اعقم له اياه. ليش؟ لانه هو على تلامس دائما مع الطفل، وممكن يكونوا وقعانين من ايدين الطفل او ممكن حدا مشاركه فيهم، هي قدر الامكان لازم انا اعقمهم. شو طريقه التعقيم؟ ما بدي لا كلور ولا غيره. سفنجي عليها شوية مي وصابون أو سائل جلي أو سائل إيدين بمعدل نقطة، مجرد ما بلشت هاي الرغوة أنا غسلتهم من برا ومن جوا، عقمتهم، عرضتهم للشمس، بتكون هي عملية تعقيم كافية. هي إجراءات وقائية ممكن نقوم فيها وبعض الخطوات نتفادى كثير من المشاكل الصحية. نشكرك الكيميائية براء حداد على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا لكم.